كيف يحصن المسلم نفسه؟ يعني ألا تحتاج المسألة إلى تدريب هنا؟ هل الأمر مرتبط بعملية تربوية منذ الصغر؟ كيف يحوز المسلم هذا السلاح الذي تتحدث عنه؟ نعم. فضيلة الشيخ، هو لا شك أنه يعني مواجهة، أنت حضرتك تسأل عن الآن كيف يعني يحصل يعني حتى تصل إلى مرحلة أنه والله أم الشهيد تقول أنه أنا أحتسبه في سبيل الله. طب نعم. هذه في كم مرحلة مرت حتى وصلت إلى هذه الدرجة؟ نعم. إلى هذه الرفعة؟ نعم. إلى هذا المستوى من الصبر؟ نعم. يعني هل في ليلة وضحاها نالت هذه المنزلة؟ نعم. لا طبعا، لا شك أنه بناء الإنسان هو ما جاء لأجله القرآن، وما جاءت لأجله، وما أرسلت لأجله الرسل، وما أنزلت لأجله الكتب. ما أنزلت الكتب وأرسلت الرسل وجاء الإسلام الخاتم، الدين الخاتم بهذا الدين وبهذه الشريعة، إلا من أجل بناء الإنسان، أن يوجد هذا الإنسان صاحب القيم. لأن الإيمان بقضاء الله وقدره هي قيمة من القيم العقائدية الأساس الذي، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه القيم لما تبنى في الإنسان الذي جاء من أجله الرسل وأنزلت من أجله الكتب، لما تبنى فيه ينتج هذا النموذج اللي احنا نتحدث عنه. بناء هذا الإنسان وبناء القيم في هذا الإنسان، بناء القيم في هذا الإنسان تحتاج إلى جهد لا شك، وتحتاج إلى علم، وتحتاج إلى، لا تأتي ضربة حظ، إنما بتكون وليدة إيمان بالله سبحانه وتعالى، فهم لكلام الله سبحانه وتعالى، وتدبر لآيات الكتاب العزيز، وفهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون يعني صفاء الإيمان أحد مظاهره. أحكي لك موقف، يعني اجتمع الناس في وقت الإمام الفخر الرازي، وكان يعني يعمل محاضرة كبيرة جدا، ويعني بعد أن انتهى من المحاضرة وحضرها يعني أعداد غفيرة من المسلمين، فأحد الناس يرجع من محاضرة الشيخ الإمام الفخر، والإمام الفخر الرازي معروف مفسر القرآن والأصولي الكبير. نعم. فسألته امرأة عجوز من 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 بيتها، تقول يا بني ما هذه الضجة، ما هذه الضجة التي أراها؟ قال يا أمّا، إنه الإمام الفخر الرازي يجادل الملحدين، وقد أتى لهم بألف دليل على وجود الله، ألف دليل. قالت والله يا بني لو لم يكن في نفسي ألف شك ما جاء بهذا الألف دليل، أي يحتاج إلى شك؟ الله أكبر. هذه امرأة بسيطة، يعني فطرتها التي الصحيحة جعلتها تعلم أن وجود الله عز وجل لا يحتاج إلى ألف دليل. انظر إلى الكون، وانظر إلى يعني ما حولك، وانظر في نفسك. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. العلماء قالوا أن هذه أبلغ آية في القرآن الكريم، أبلغ آية في القرآن الكريم مع آية الطوفان، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. لم يخاطب أحدا الأرض ويقول لها ابلعي ماءك ويقول للسماء أقلعي وتستجيب إلا رب العالمين، إلا خالقها سبحانه وتعالى. ونعم بالله. فعندما يتدبر الإنسان كلام الله سبحانه وتعالى، ومن الناس من يعبد الله على حرف، قاعد كده يعني إيه منتظر الغلطة زي ما بيقولوا، مش مطمئن بالإيمان، مش واثق من كلام الله سبحانه وتعالى. فهذا يحتاج لا شك إلى تربية، ويحتاج إلى غرس. ولذلك إحنا مصيبتنا إحنا المسلمين الآن من هذه هذا الإعلام وهذه الوسائل المختلفة التي تعمل على تفكيك هذه القيم. انظر ماذا، التشكيك الدائم والمتواصل في هذه القيم، هذه خطورة هذا الأمر. عندما تفكك القيم وخاصة القيم العقائدية، يعني الآن القيم الأسرية تتعرض لهجمة شديدة جدا. انظر إلى الفيلم الأخير الذي كانوا يتحدثون فيه عن يعني، ويريدون أن يروجوا للمثلية، ويريدون أن يروجوا أن البنت تعمل تنام مع شاب غريب عنها، هذا كله تفكيك لمنظومة قيم. هؤلاء شياطين الإنس والجن، وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم، هؤلاء أولياء الشيطان يفعلون ما عجزت عنه شياطين الجن. يعني شياطين الإنس التي تفكك قيم الأمة تفعل ما عجزت عنه شيطان الجن، لو وسوس لك
أنك تكفر بالله أنت بتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فتستطيع أن تصرفه بكلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن شيطان الإنس ده اللي جاي لك في التلفزيون في شكل جميل وبهرج وإلى آخره، ويأخذ عقول البنات والشباب والرجال والنساء، يفكك بهدوء في منظومة. فأنا أقول